أعلنت الاتحاد لطيران اليوم أنها ستقوم بتشغيل 6 طائرات من طراز A321neo في إطار تعزيز شبكة وجهاتها المتنامية وعدد رحلاتها إلى مختلف أنحاء العالم. وقالت الاتحاد للطيران في بيان اليوم أنه سيتم تشغيل الطائرة على عدد من الوجهات ضمن شبكة ناقلة بما في ذلك على الرحلات إلى الهند والشرق الأوسط، مشيرة إلى تجهيزها بمحركات متطورة تقلل من حجم الانبعاثات الكربونية بنسبة 20% مقارنة بغيرها من وحدات الطاقة المماثلة.